وزير كوسارة قرشين تسومالي لان محمد ابراهيم آدم قبيتي ريو مالمها نقدم بي سعدال شقا كوتشوغي مقالدا نيروبي اطل كاكين يا ايا كور بحي خولي شقي ويم يطل كانيكين يا يا مددي وشوغي هولا هاسي شقو وحيا به وغاب سومي وزير كو كلان كانو كوهلنا يو سفير كسومالا نفردي اطل كانيكين يا عبد الله عبد علي ايا غورين سفير كو غو مهنق وزير كا هذه الشمر كو بقشوين ككل مدى أكوسو قارة دل كنيكيني يا سيدا هابوني ولا صحري رو حفيز كسو مالانا يكل يدا هاي دل كنيكيني يا او أهمر كي لباده وسيركو ولا صحري رو حفيز كا وغو رينا سفير كو هارين تاسي وغو مهان نقايا وسير كا ايا وحو كو بلابي سيدا تن زيك قرشاية أركا ايا مانتا يصوب وغضي سفارة السو مالي لغا نجري بكل يدا هاي عدد بنا حسنت هاي وزير كو حيني هيدا نسرع علي عيدها عالمي هاد ميالات ديجن ايان بوغاني جي اي زد سفارة الدينش جرمان كا انت اردن ايان اوضا تنمي يو اس دي اف مركا اساقا ينفع فاهم دونا وحي انا كل امي وزير كما حدوني ادي ادينا الهبان مربن ده وما هذا الشو بسم الله الرحمن الرحيم أباصر عبد الله ادي ادوان محمد رمان أباصر عبد الله وأن باستر رمتي كسلتان معايا نيروبي هي سفارة دبا معني سفارة دقاب كو سنوي سبب رحت بغنا ما تهو أكتي سيو هان جرتي هذه أدبان وأن باستر كو سلوي لأن أنا غلبتي دو شرف بيموتي إنه ما لا لا ما لا ما أمرك أنا أبرس بحيان أنا مدد كي يلاح لهم إنه نسو أن وحلولي بقى شقة أدبان أدور من المدن كتشوين وشددين إنه حي حيد مشروعي أما صندوق هو مرنتا سوماليان سوماليان ديفلوبمنت فان أيا شرير بان قلنا صندوق أول حي نرعى هو ودن كإنجليزا يو ودن كنيدرلان يو ودن كدنمارك مركا دور كي بلوغ مركا شرق لنا شركة يجي لما أنت هل كان عن قلنا وحنا نقول هذه المشاريع ما دام اس بي اف 1 ودمات كتب سبتمبر دمانه وحا SPF 2 قاب كانوا بلابين 2018 كافتر الالكشن كا صندوق باسوح يدرع علي أمو ورمود كي مشاريع فربنا وحا كان مدوحا مشاريع يعني مولا كوبيت ومشروع ويوان السمالة كسولة ويكمدي هين بيو ويكمدي هين ودوينكو سيدا ودينا بربروكو مشروع علم عبود ما يستريولا بعربون أكتالة ودينا يومنا شيخ intaasi kadib maran wax ka weydiinay wasiirka shir dalkaasi Soomaaliya ay ku qabanayeen magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska oo ka magac ahaan ay ku soo dirteen dalka Soomaaliland sida uu arko ka wasiir ahaan iyo xukuumad ahaanba waxa uu ku jawaabay sida tan shirka Soomaaliya ka socda London shirkaasi annaga nama quseeyo waa shir u gaara dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka dawladda waxa uu xaqood haddana wax kale ma ahayn waxa sida uu ku dhici jirtay waa dowlad runtii sida beedka gacanta loo hayo oo runtii international community iyo amison baa gacanta ku haya marka haddii maanta ay ka hoos baxaan labadaas ama loo waayo dakhli ama wax lagu caawiyo ciidankooda baarlamaankooda madaxweynahooda haddii la waayo arrintu faa'i ka baxays marka wax la isku compare garan karo somaliland iyo soomaaliya maaha somaliland ilaa madaxweyne ilaa britania anaga budget anaga waxaan leenahay dakhli baan leenahay anaga budget baan leenahay anaga bixina mushaarka shaqaalahayga militaryga cid kasta security anaga gacanta ku hayna Cabdullaahi Cabdi Cali warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Nairobi